التعاون وايضا المتابعه، ولكن تضيع هذه الفرصه. كره منقوله، يكسب خطا. ايمن ابراهيم زيزو، لاعبين المحترفين، اللاعب البرازيلي سيرجيو سيجي لاعب، وايضا الاخر جيستافو يلعب بايضا اغلاق المسافات وايضا الاعتماد على الهجمات العكسيه السريعه. كونك فائز يعني فائز بواحد وامورك زينه يعني، ولكن تلعب بهذه الوضعيه، هذا من الامور الفنيه العاليه. هنا محاوله، كره منقوله ولكن ايضا مبعده لصالح فريق المحترفين. فيصل ماستكي الى السي جي سيرجيو، محاولة إلى الأمام، تقدم الآن في الطرف الأيمن ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب. كما نتابع المحاولة إلى وسط الملعب، كرة منقولة إلى زيزو، حاول بالجهة اليسرى إلى أحمد محمد، يصير في الدقيقة 18. هنا المتابعة، ضاعت الفرصة، ضاع الهدف المحقق، هدف التعادل يضيع على فريق المرحوم أمير الشطي. فريق المحترفين، لاحظ التمريرة الجميلة من أيمن إبراهيم زيزو ولكن لم يتم الاستغلال من عبد الله راشد. دقيقة ونصف متبقية من الوقت الأصلي من اللقاء. وسط الملعب، كرة منقولة إلى فواز حيدر، إلى أحمد محمد، محاولة الآن والمتابعة، ولكن أيضا أحمد محمد، أحمد محمد محاولة إلى أيمن إبراهيم زيزو، برافو على محمد راشد المديع. هنا المتابعة، هنا المتابعة والهدف الثاني، الهدف الثاني وسط المطالبة بخطأ. لاحظ الإعادة كما نتابع، نعم خطأ واضح على فيصل مستكي، الخطأ الواضح الذي تسبب بالهدف الثاني، خطأ على الحكم فاضل بوفتين. كما نتابع الخطأ، خطأ نعم، هناك في لمسة في الشد الواضح من فيصل مستكي على عبد الله راشد، كرة منقولة محاولة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. خطأ الواضح يعني يغفل حكم اللقاء. كرة منقولة، حاول إلى فواز حيدر وهدف التقليص، هدف التقليص من فواز حيدر. كما نتابع 2-1، 2-1 كما نتابع، نعم في خطأ وهنا الحكم يعلن عن نهاية الشوط الثاني والمباراة 2-1 لفريق المحترفين على حساب أمير الشطي في هذا اللقاء. ألقاكم في اللقاء القادم، اللقاء الثاني ما بين فريق الأزوري وفريق حياة، لا تذهبوا بعيد.
شايفين يفوز 2-1 على امير الشطي كابتن ناصر قلاف على البركه على الفوز، كلمة عن المباراه هذه. الله يبارك فيك. اول شيء والله المباراه كانت قويه زين، وش اسمه وكان في نديه بين الفريقين وفرقنا عنهم بس بالتحرك وباصات ونلعب بدون كره. كابتن ناصر قاعد اشوف يعني اقوال فريقكم مكرره، يعني مثلا هل تستغلون مثلا هجمات فريق الثاني، يعني لما يندفع فريق الثاني، يعني قاعد اشوف الجول نص الملعب الجول الثاني الجول حلو يعني بيتكلمنا عنه. والله احنا لان ما عندنا تبديل زين وكان لاعبنا متعور فكلنا رجعنا لورا نص الملعب ونلعب على المرتده. وقته هذا الفوز يعني فريق امير الشطي مثلك اثنين محترفين مصريين ما شاء الله خبره كبيره عندهم. واحنا الحمد لله لان عندنا بعد محترفين برازيليين الحمد لله على كل حال حققنا الفوز. كيف السؤال الاخير هالدورات هذه تضيف لك خبره ومهاره حق ناديك؟ اي اكيد لان نكون احتكاك مع محترفين واللعب وتحرك بدون كره. بارك الله كابتن يعطيك العافية. الله يبارك فيك حبيبي. كان معنا الكابتن ناصر قلاف لاعب نادي السالمية بداحلك الملك. حياكم الله مشاهدينا ونبارك لفريق المحترفين بفوزه على فريق المرحوم أمير الشطي 2-1. بس بخصوص فريق المرحوم أمير الشطي هناك يمكن حارسهم عباس يعقوب زينل، يعني نتمنى له التوفيق وإن شاء الله نشوفه نجم كوالده النجم السابق، وكذلك نقول حق الخلوق أيمن زيزو المحترف المصري صورنا يمكن خلف الكامل الزعلان بخسارة المصريين، بس نقول هذه الكورة فوز وخسارة. كابتن سمير شو شفت المباراة؟ أنا برأيي الشخصي إن المباراة كانت يعني وايد فيها حذر وايد فيها تمركز، ما شفنا فيها فنيات عالية لأن كل فريقين كل واحد فيهم الظاهر انه عارف شنو مستوى الفريق اللي قدامه، فكانوا وايد حذرين. حتى لاحظت ان التمركز الدفاعي في الجيم الاول لم يذكر اي خطوره على الفريقين، يعني حتى كلهم حتى التسديدات كانت لم تصل حق الحراس بسبب التمركز الصحيح والحذر الواضح بين الفريقين، كل واحد متمركز في مكانه ما يبي يغلط غلطته اللي تسببت اساسا في الهدف في الدقيقه 12 الشوط الثاني بسبب خطا وعدم تمركز، وصار في زياده عدديه، لا يعني مو اكثر من كذي، يعني زياده عدديه حق المحترفين سببت في تسجيل الهدف الاول. طبعا لما تسجل الهدف الاول يصير في خلخله في فريق المرحوم امير الشطي، يبلش الفريق يصير عنده سرعه في الاداء، وهذه السرعه ممكن يا سلاح ذو حدين، يا انها تسبب في انك تقدر توصل حق المرمى او انها راح تسبب لك توتر مع نهايه الشوط الثاني. شفنا عاد في اقتراب نهايه الشوط الثاني لعبوا طريقه الباور بلاي، طلعوا الحارس وحطوا لاعب خامس وياهم، بس هذه اللعبه سلاح ذو حدين نفس ما قلت لك اخر مره، لازم يكون معاك فريق يقدر يتقن هاللعبه هذه، السرعه في التمرير، اتقان في التمرير، التمركز الصحيح، ما يفقدون الكره بسهوله، لان فقد الكره مثل ما شفت سجل الهدف الثاني وهذا يسبب احباط للفريق، يعني ما اعطاهم فرصه خلاص انه يصير في عندهم مجال يلعبون. طبعا تألق في فريق المحترفين سيجي صراحه كان اليوم وكستافو بسرعاته وتحركاته اللي سببت طبعا الى تسجيل الهدف الاول للفريق. الفريق الثاني نفس الشيء، كان في عندهم احمد محمد محاولات فرديه لا تكثر، لكن انا اقول اللعب الجماعي مره واحده صار باص 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 وتمركز صحيح، اضاع فيها فرصات عبد الله راشد في الدقيقه 18 كان يقدر يدرك التعادل قبل لا يلعبون طريقه الباور بلاي، كان يصير في اداء احلى، بس يعني نتيجه عادله اقول يعني فريقين حلوين وهذه الكره يعني ما فيها. كابتن خالد والمباراه كانت متكافئه قبل بدايتها من اسامي الفريقين بالاضافه الى متابعتنا لهم في الادوار السابقه. اليوم انا كنت اتوقع الامانه كانت اذا نسبه الاخطاء كانت قليله نفس ما كان في الشوط الاول، كنت متوقع ان توصل ضربات الترجيح تحسن ضربات الترجيح، ولكن حسموها بالخبره فريق المحترفين ويمكن استقلوا الاخطاء البسيطه من فريق المرحوم امير الشرطي، قدروا ان يسجلون هدفين وهدفين يعني كان بالامكان منعهم بسهوله، سواء الهدف الثاني بالخطا اللي حصل بالتمرير والهدف الاول ايضا كان بالامكان بلوك صحيح بس على اللاعب اذا ما سجل. بالنهايه يعني اللي فرق مع الفريق المحترفين هو الكويتيين اللي موجودين مع المحترفين. المحترفين ادائهم اداء الكويتيين اللي هو ناصر قلاف فيصل مستكي كان ادائهم جدا متميز، يمكن انا وكابتن سمير تكلمنا حتى مباراتهم السابقه اذكر لعبوا ناقصين تذكر لعبوا ثلاث لاعبين المحترفين قدروا يجاروا المباراه لغايه ما وصلوا ربعهم. نعم
فهني احنا نتكلم ان الفريق هذا يستحق، مبارك له ونقول هارد لك الامير المرحوم امير الشطي، وعنده فريق امكانياته طيبه مثل ما قلت عباد زين من الحراس المتميزين، ايمن زيزو، احمد محمد، فواز حيدر، نقول لهم هارد لك ونتمنى حظ اوفر. كابتن علي عندك ملاحظات على المباراه؟ والله اي في، يعني احنا يمكن شفنا اول شيء نقول هارد لك الفريق المرحوم امير الشطي، واعتقد يمكن كانت بدايه المباراه مثل ما تفضل كابتن خالد كان الفريقين متكافئين، لكن نسبه الاستحواذ لفريق امير الشطي كانت اكثر، واعتقد انه يمكن يعني كبدايه وقدر فريق المحترفين انه يسكر المنطقه عليهم ويلعب على الهجمات المرتده، لكن عاب على فريق المرحوم امير الشطي اللي هو اللعب الفردي. يعني احنا شفنا، احنا نعرف الفريق المرحوم امير الشطي من اللاعبين المميزين مثل زيزو وفواز حيدر، يعني متابعينهم من يعني في دورات سابقه، لكن انا اقول لك ممكن اليوم ما ظهروا بالمستوى اللي احنا يعني كنا متابعينهم. نعم. واعتقد اليوم انا في وجهه نظري يمكن خالد مع انه حارس لابد انه شوي يصير متحيز للحراس، انا اللي اتحيز لهم اليوم كان محمد راشد بديح، كان يعني من يعني من الناس اللاعبين اللي صراحه الفوز. بس انا بتكلم في هذه الجزئيه انه يمكن الفريقين هذول اعطانا مجال انه نتحكى في هذا الموضوع. عباس يعقوب زين ابو معروف يعقوب زين اللي بنحب النادي العربي، وكان نادي الشباب مدافع مسك الكوره حطها بلنتي حبه ولا يعني بس ابينا مشاهدينا يمكن انتم عارفينه كباتن محمد راشد بديح ابو الله يخلي له راشد بديح لاعب نادي القادسيه ومنتخب الكويت، عزيز فتحي كمين، يعني شوف ابو عزوز لاعبين نجوم في الملعب ابنائهم صار حراس. يعني احتمال حاجيك احتمال راح تشوف عزيز علي مروي بعد. لا انا اقول احتمال لا انا احتمال اشوف مرزوق خالد الفضلي قلب هجوم، هذا رسمي مو كيف لان مو تاثر احد اللاعبين السابقين يقول له يقول له خليك قدامه في لاعب دولي معروف في السعوديه لعب حواري عندهم، فشاف ولده يلعب حارس مرمى لعب الحواري وقف قدام اللاعبين كان يمسك اللاعب ولا كيف يقول له يا اخوي النجومية والفلوس قدام بالعكس فيها هناك عراس وهذا يعني نجوم يعني. لا انا اتكلم اتكلم عن النجومية فعلا، علي يمكن نجم ويدري في الموضوع، الثقل والتركيز دائما على خطا حارس المرمى اكثر من المهاجم، المهاجم ممكن يضيع 90 دقيقة يقابل 91 تنتهي يعني الصيت يبغى الصيت، هو يبي يقول لك ان الصيت عند المهاجمين يعني بس المهاجمين شو الفارق اللي صارت عندهم كابتن علي ان الحراس لا يعني يعني صاروا حراس اباهم كانوا لاعبين وهم الان صاروا والله شوف يمكن هواية شعور لا انه بالحراسة افضل من اللعب والله شوف ابو خالد يعني حسب ميول يعني الولد يعني يمكن في حرة في 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 لاعبين عيالهم مثل ما تفضلت انت حراس، وفي لاعبين العكس يكون ممكن يكون حارس مرمى ولده ما يبي يلعب حارس مرمى، لكن هذا ميول اللاعب يعني الشاب الصغير انه وين يصير، والعكس اذا يتميز احنا نبيهم يروحون للمكان اللي هو يتميز فيه على قولة خالد قدام قدام احنا قاعد سعودي ها سعودي بطريقته بلوز قدام النجوميه قدام ممكن لا ممكن ان انت تبي ولدك يصير مثلا مهاجم طيب، بس لكن مع الوقت يمكن في مدرب يكتشف ان هاللاعب هذا صانع العاب مثلا صانع العاب او مدافع عرفت، فاختيار المدرب له وتوظيفه صح وهو يكون متميز فيه. جاسم الهويدي اعتقد كان حارس او كان حارس كان حارس بعدين جودو اي هذا لعبته قبل لكن كان حارس، زعل في مباراه من المباريات خسر الفريق قال المدرب انا بلعب هجوم وشو وطور نفسه وكان ما شاء الله وصل هداف العالم ونجوميه يعني نجوميه. اذكر موسم مواسم تحت الوتائج سنه نلعب دوري الساميه كان هو ينافس على الاول بينه وبين الغاتسي احنا ترتيبنا الرابع الخامس وكاب ما قبل، فكنا نلعب ويا السالمية الح وجاسم فايدي ما شاء الله منو هو صغير وهذا طوله تذكر يعني اكثر بشوي بس ها، ومنو كان مهاجم ثاني ويا سالم مروي ومروي اخو علي كان هداف من الطراز الاول بس شنو